النهارده عباره عن لتر عصير طماطم، طبعا انا مزوده عشان هعمل كذا طاجن، معلقتين صلصه، ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، ومعلقه كبيره من قرطاس الصلصه اللي كنا كوناه قبل كده مع بعض، ملح وفلفل، كزبره ناشفه، وزيت، والدقه اللي هنعملها مع بعضينا اللي هي عباره عن ثوم مفروم، ملح، كمون، كزبره، شطه، وخل، وعصير ليمون. الدقه دي هي اللي هطعم بيها كل الحشوات وهطعم بيها الصلصه بتاعه الطواجن. يبقى احنا دلوقتي قلنا مقادير الصلصه وقلنا المقادير بتاعه الدقه. يلا بينا ندخل على اول حشوه، اللحمه المفرومه. عندي لحمه مفرومه عصقتها بالبصل كده على السريع عشان الوقت، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود بس. هنضيف عليها ايه؟ قرفه وجنزبيل، فلفل رومي متقطع كده، وممكن نحط قرن حامي، وشويه بقدونس. دي حشوه اللحمه المفرومه. طيب حشوه الفراخ يا استاذ انس، حشوه الفراخ، فراخ برضو، صدور فراخ، لو عندك صدور بانيه قطعيها مكعبات وبرضو عصجيها بالبصله وملح وفلفل اسود. اما اجي بقى احط الحشوه هضيف عليها فلفل الوان وبرضو شويه بقدونس ورشه جنزبيل، حلوه قوي قوي مع الفراخ. ده كده بالنسبه لحشوه الفراخ. طيب الكبده، الكبده بتاعتنا عباره عن كبده متقطعه عصافيري، وبعد كده عندي فلفل حامي، طبعا فلفل الحامي والثوم هم اساس الكبده، وشويه كمون، وحته ليا مفرومه، وبرده هناخد من الصلصه والدقه بتوع الطواجن. اصبروا بس كده معايا خطوه خطوه، وكل حاجه هنفنطها مع بعض واحده واحده. اول حاجه يا جماعه هنعملها حاجه، حطينا الزيت في الحله، وبعدين هروح نازله بالصلصه كده او عصير طماطم، بسم الله، على الزيت بدون اي اضافات. دلوقتي هحط قرن فلفل حامي ني كده زي ما هو جوه الصلصه، احلى حاجه في الدنيا. بص ازاي، حامي او بارد كده. وبعدين هحط فص ثوم صغنن كله ني كده في الصلصه، واقلب، وبعدين نحط شويه كزبره، بهارات، ممكن نحط رشة سكر كمان يا جماعة، أنا نسيت أجيبها بصراحة، بحط رشة سكر، وبعدين معلقة صلصة. بصوا بقى مقادير الكبدة، احنا دلوقتي هنعمل حشوة الكبدة. ادي كبدة متقطعة عصافيري، عليها فلفل حامي بالشكل ده، وعليها كمان كمون وتوم، وادي المقادير قدامكم اهي، ادي كمون وفص توم كده على الكبده، كله ني في ني كده. ده كده بالنسبه للكبده. وهناخد ايه، فين فين الملح، اهو ادي شويه ملح بالشكل ده، واروح مقلباها في بعضها، وكده الكبده جهزت معايا. دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل حشوه الكبده لطاجن المكرونه. حطيت الزيت، وقبل ما الزيت يسخن جامد بنزل على طول بحته ليا. طب ليه بقى؟ لو الزيت سخن قوي ونزلت بحته اللي هي هتتلسع منك في ثواني، مش هتعرفي تلحقيها. بسم الله، وما بننزلهاش فوق بعضها، بننزلها كده ونوزعها. الدقه عباره عن ايه؟ عدوا معايا كده بالراحه، ثوم، وطبعا هنزود لان احنا هنطعم بيها كل حاجه معانا النهارده في وصفتنا. ثوم، كمون، ايه تاني؟ كزبره، اقول لكم المقادير تاني اهي لو حد لسه فاتح، ثوم وكمون وكزبره، شويه شطه كده، وبعدين هروح نازله بعصير ليمون وخل عليهم كده، وطبعا لسه ما حطيناش الملح، وهننزل بشويه ملح. الدقه دي عبقريه بمعنى الكلمه. بعد ما غليت، بعد ما حطينا كل مكوناتها على بعضها ني في ني، بروح واخده من الدقه اللي عملتها دي واحط كده على الصلصه، وشموا ريحتها بقى. طيب تعالوا لي على الكبده، حشوه الكبده هياخد برده نفس الحكايه، معلقه اهي من الدقه اللي عملتها على الكبده وهي بتستوي بالشكل ده. بصوا اهي، وزعي كده على الكبده نفسها. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا معايا كملوا الصف معايا، اللحمة المفرومة اللي اتعصجت نفس الحكاية، هروح واخدة برضو معلقة من الدقة على اللحمة المفرومة. طيب والفراخ اللي عملناها اللي جنبها نفس الحكاية اهو بالشكل ده على الفراخ كمان. يبقى انا الدقة دي حطيت منها على كل حشوة انا هعملها. ادي الفراخ، ادي اللحمة المفرومة، وادي الكبدة،
طب اللي فاض معانا ده، اللي فاض معانا ده ينزل في الصلصه بقى. هنحط شويه بقدونس، دي اضافات من عندي انا بتدي طعم حلو جدا للطاجن. يعني ايه من عندي انا؟ يعني دي اختياريه، براحتك تحطي الكلام ده، او انت عايزه تحطي اللحمه المفرومه بس كده، دي براحتك. رشه قرفه صغيره بتدي طعم في منتهى الجمال، على رشه جنزبيل اهي كده، ومع الفراخ هنحط برده شويه جنزبيل، هديها طعم حلو قوي. يبقى كده حشوه اللحمه المفرومه بالنسبه لي انا كده خلصت. طيب الفلفل انت حطاه ني ازاي؟ ما عشان حضرتك لسه الطاجن هيدخل الفرن. قالوا لي للفراخ، الفراخ هحط شويه برده بقدونس صغيرين كده، وهحط شويه فلفل الوان بيدي كده شكل حلو قوي 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 جوه الطاجن. وبعدين يا ستي نقلب كده، وادي كمان حشوه الفراخ خلصت معايا بهذا الشكل، شايفين ازاي كده. طيب الطواجن اللي هنشتغل فيهم مدهونين زيت بالشكل ده، اول حاجه الكبده، هناخد الكبده كده تحت، لازم يدهنوا زيت، خلي بالكم من كل كلمه بنقولها علشان لما تيجي تقلبي الطاجن ينزل معاكي بمنتهى السهوله. زودي بقى الحشوه زي ما انت عايزه بقى، شفتوا نص كيلو الكبده ممكن يعمل لك كذا طاجن. بصوا بسم الله، ثبتي بقى كده كبده تحت كده. دي اول تكايه معايا. تاني تكايه ان انا بسيب في الطاجن حته فاضيه مقام عقله صباع، عشان المكرونه لما تشرب الصلصه وتستوي هتزيد سيكه كده، مقام عقله صباع كده بالشكل ده تسيبيه فاضي. بصي كده، وبعد كده ظبطي المكرونه كده بالشكل ده اهو، نيه يا جماعه. المسلوقه لا هتمسك ولا هتديك الشكل ده ولا هتشرب الصلصه، تشرب الصلصه ازاي دي مسلوقه، لكن النيه هي اللي هتشرب الصلصه وتستوي، تخلي المكرونه تستوي بقى ايه؟ عسل. هقلب بقى الصلصه بالدقه اللي عملناها مع بعض، وزعي كده بالشكل ده، ولازم نزود ميه سخنه عشان المكرونه تستوي صح، ما تبقاش مستويه من بره لكن مكرونه بتقرش من جوه. الطاجن كله جوه المكرونه. يلا يلا هنزود الميه وخلاص. بصوا يا جماعه التسويه اخر حاجه، بعد ما هزود الميه السخنه هغطيه بالفويل، ولازم يتغطى زي ما شفتوا الطواجن دي في اول الحلقه، يتغطى بالفويل ويتحط في الفرن من تحت لمده نص ساعه، وبعد كده اشيل الفويل واحطه على الشبكه 10 دقائق. ما بشغلش طبعا شوايه خالص، احنا مالناش دعوه بالشوايه خالص في الوصفه دي، احنا كل شغلنا الفرن من تحت بس كده اهو. شايفين الميه السخنه دي مهمه جدا. وخلاص غطي يا ستي بقى وسيبيه يعيش في الفرن. يلا بينا، الف هنا وشفا ليكم جميعا. دلوقتي بقى على ريحه الطواجن الشهيه دي والكلام الحلو والجميل اللي فتح نفسكم ان شاء الله النهارده، هنطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نستقبل دكتور هبه العوضي، وعندها مفاجاه حلوه قوي وانا هطلبها منها على الهواء. دي بقى المفاجاه اللي انا محضرها لها ليه ما تعرفهاش، ان اللي هي جايه لنا بيه النهارده انا هطلبه منها على الهواء ليا انا شخصيا. يا ترى ايه هو وهي جايه لنا بايه وقد ايه يهمني ويهمكم كمان؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل. فاصل قصير بس هو القناه اتغير.